وينضم إلينا من غزة الأستاذ توفيق أبو شمر، باحث سياسي. أستاذ توفيق، أهلا بك معنا. ما هي الدروس المستخلصة من هذه الجولة فلسطينية؟ يعني نرجو أن تكون هناك دروس مستخلصة للفلسطينيين. دائما نحن الفلسطينيين نخوض المعركة، ثم بعد ذلك لا نستفيد من نتائجها، وهذه حقيقة يجب أن نذكرها للجميع. يعني بينما الإسرائيليون يجمعون دائما ملفاتهم ويستفيدون ثم يبرمجون لخطط أخرى، غير أننا نحن الفلسطينيين دائما مقصرون في هذا الجانب. بل بالعكس، نحن نكرر أخطاءنا مرات عديدة ولا نستثمرها ضمن استراتيجية المتابعة. يعني نحن بارعون في ردة الفعل، ولكننا نحن مقصرون في المتابعة. يعني دائما المتابعة، نحن لا نتابع كثيرا من الأشياء، وبالتالي تفوتنا الفرصة في استخلاص العبر. يعني لاحظي أن نحن نعد فقط، أن ضحايانا وشهداءنا هؤلاء يتحولون فجأة من أسماء إلى أرقام، وهكذا نصبح دائما أسرى الرقم فقط لا غير. وهذه ضمن أحد أبرز أخطائنا. وبالتالي كما تلاحظين أيضا أن هناك نقطة مهمة جدا، وهي أن النتائج دائما في المعارك تحسب بآثارها وتحسب دائما بنتائجها، غير أننا نحن لا نحسبها أيضا بالنتائج، نحن دائما نحسبها بالمقدمات. ولكن لو سمحت لي أستاذ توفيق، إذا أردنا أن نحسب هذه المعركة بالنتائج، يجب أن نحسب أيضا ما يتم توفيره من معدات لهذه المعركة. لدينا جانبان، يعني أكيد إسرائيل متفوقة عسكريا، حركة الجهاد فقط بما لديها من صواريخ المقاومة، ربما البعض يرى أنها أبطأت فاعلية أحد المكونات الأمنية، يعني المتمثلة في نقل المعركة إلى الأرض في الداخل الإسرائيلي. وصلت صواريخها إلى العمق المدني الإسرائيلي. يعني نحن، هل الغاية هي أن نوصل هذه الصواريخ إلى هناك؟ نحن أثبتنا قدراتنا، وهذه حقيقة، يعني هذه حقيقة لا يجب إنكارها. يعني ولكن هل الغاية هي فقط أن نوصل مدى الصواريخ إلى الأعماق الإسرائيلية؟ هذه ضمن استراتيجية أننا اجتهدنا وبلورنا صناعة خاصة من لا شيء ثم طورناها لهذا، ولكنها ليست الغاية. الغاية هي شيء آخر تماما عن الوسيلة. هذه إحدى الوسائل التي يمكن بها أن نقاوم عدونا اللدود، العدو المستعمر اللدود، وهي ضمن استراتيجية فلسطينية شاملة، ليست فقط مقصورة على الصواريخ، وإنما مقصورة على المواجهات وعلى ما أسميته أنا قليل المتابعة. يعني كيف يمكننا أن نتابع؟ هذه هي القصة التي، وكيف نستفيد كما تفضلت بسؤالك في الأول، كيفية الاستفادة من التجارب السابقة، كيف نبلور صيغة استراتيجية يمكننا بها أن نواصل هذه المعركة، وأن ليس فقط المواصلة بل أن نطورها أيضا. طب أستاذ توفيق، يمكن أن نطور هذه المعركة؟ صحيح، يمكن أن نطور استراتيجيتنا في ثلاثة أيام. هذه هي ضمن الأساسات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، ولا يجب أن نتوقف دائما عند النقطة التي نذكرها دائما، وهي أننا أوصلنا وأن صافرات الإنذار تحت. فهم هؤلاء قادرون على بلورة الصيغ في المواجهة، ولكن هذا على الأقل زعزع الأمن الإسرائيلي. طيب أستاذ توفيق، هل ترى حضرتك أنه لا حرب في غزة إن لم تكن حماس مشاركة فيها؟ لا، بالتأكيد حماس أحد أهم الأطراف في الحرب الراهنة. يعني تعرفين أنه لا يمكن إطلاق صاروخ بدون موافقة من حركة حماس. هذه أولا، حماس مشاركة بالدرجة الأولى في كل الخطوات التي تمت، بل لعلي أقول أنها هي المايسترو المختفي الذي أدار هذه المعركة. يعني علينا أن نعترف بذلك. صحيح أن الجهاد له التسمية وله كل الهالة التي صاحبت ذلك، أن الحقيقة
هي أن من يحكمون غزة هم القادرون على إدارتها، وهذه الحقيقة التي لا يجب أن تغفل يعني. ولكن هناك صمت مطبق، هذا الصمت المطبق يراد به كثير من الأشياء. طبعا أنت تعرفين أن الإسرائيليين دائما بارعون في دق السين بين فصائل المقاومة وبين الفلسطينيين في الداخل والخارج وبين السلطة الفلسطينية وغزة. هذه كلها ضمن استراتيجيات إسرائيل منذ بدأت حتى اللحظة، وهي فرق تسد، السياسة المعروفة التي نحفظها منذ صغرنا. ولكن الآلية الآن التي تدار في غزة، لا يجب أن يخفى على الجميع أن غزة محكومة بالكامل من حركة حماس. يعني هذه نقطة رئيسة ويجب أن تبرز بشكل بآخر. ثم بعد ذلك يعني نحن إذا مرت الأيام سوف نكتشف كثيرا من الأمور التي يمكن أن تثبت ما أقوله أنا الآن.